قال ما حال الجمعيات مطلقا، وما رأيكم في من يجيز الانتخابات؟ أما الجمعيات فمن معرفة بواقعها، وإن أسست على مبدأ التعاون فإن مصيرها يؤول إلى التحزب. ما رأيت جمعية إلا وهي متحزبة، وإن بدت في بدايتها بعيدة عن الحزبية أو أنها تحاول أن تتملص من الحزبية، إلا أن أنياب الحزبية تنالها وتقبض عليها وتدخلها بين فكيها. فالجمعيات كلها متحزبة إلا من رحم الله، وقليل ما هي حسب معرفتي وحسب علمي وحسب خبرتي بهذه الجمعيات. أما الانتخابات فأنا أقول أن الانتخابات هي ملهاة الشيطان لأمة الإسلام. انتخابات لا تجوز، لا ترشيحا ولا انتخابا، لا تجوز ترشيحا ولا انتخابا، وإنما اتخذها فجار الدعاة سلما للمناصب والرئاسات والدنيا. وكم رأينا منهم يقولون نريد أن نغير، فلما دخلوا البرلمانات تغيروا، بل انسلخوا من دعوتهم، بل انسلخوا من شخصيتهم الإسلامية. فهي مجالس السلامة منها البعد عنها، البعد عنها. نعم.